ينضم إلينا من القدس المحتلة ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. سيد ديمتري، ما هي قراءتك لهذه العملية؟ أولا، هذه العملية صباح اليوم يجب أن نبدأ بإدانة عملية الإعدام الميداني الذي تعرض لها الأخوين نتيجة هذه العملية، أي أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستسهل عملية القتل بهدف تحييد منفذي العملية. نحن لا ندري ولن نستطيع أن نعلم تفاصيل هذه العملية بدقة والأسباب الأكيدة لقيام الأخوين بذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي قام باغتيالهما ميدانيا، وهذا بحد ذاته هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال الكثيرة، وخاصة المذابح التي ترتكبها في قطاع غزة. لا يمكن لنا أن نحلل أو نتكهن أو نقول أي شيء بشكل يعني مؤكد 100% ما لم يتم استخراج هذه المعلومات وأخذها من الذين نفذوا هذه العملية. وفي هذه الحالة، حينما تقوم قوات الاحتلال بعملية اغتيال ميداني للأخوين الذين تدعي أنهما قاما بالعملية، فنحن لدينا الكثير ما نقوله حول عملية اغتيال الأخوين، وليس علينا أن نقبل بالرواية الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال. ونحن نرفض عملية الادعاءات والادعاءات التي تقوم بها قوات الاحتلال بعد كل من هذه العمليات التي تنتهي باغتيال الفلسطيني. يعني لا يمكن لنا أن نقبل ببساطة رواية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو موقفنا. علينا أن ندين عملية الاغتيال الميداني التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في القدس عقب العملية التي أدت إلى اغتيال الإسرائيليين وجرح عدد آخر منهم، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال الرواية التي يرددها الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على عملية الاغتيال الميداني التي قام بها صباح اليوم. طيب، إذا نظرنا إلى الجانب السياسي، تأثير هذه العملية على ما يجري إن كان من الهدنة؟ باعتقادي بأن الثقل يجب أن يكون باتجاه جريمة الاغتيال التي قامت بها الميداني التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعملية أخذ ما يقوله ويردده الإعلام الإسرائيلي حول ما جرى وأدى إلى قتل وجرح عدد من المستوطنين هو أمر يعني يستحق التشكيك والتساؤل قبل أخذه بالحسبان من الناحية السياسية، أي أنه إذا كان هناك أي تبعات سياسية يجب أن تكون على الاحتلال الذي قام بعملية اغتيال ميداني لشابين فلسطينيين في القدس. نعم، طيب، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، أكثر من ذلك إن كان في الضفة أو في القدس؟ الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وعلى رأسها ومن ضمنها مدينة القدس العربية المحتلة التي هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية يقوم بسلسلة من الجرائم، جرائم الحرب بشكل دوري زادت وتيرتها مع حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال في قطاع غزة. وما يقوم به من جرائم في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية المحتلة هي جرائم يحاول أن يمررها مع انشغال العالم بحرب الإبادة التي يقودها في قطاع غزة. وباعتقادي بأن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يستغل الضعف والوهن الذي وصلت إليه القيادة الرسمية الفلسطينية وابتعادها عن الواقع وعن الشارع وعن آلام الشعب وأيضا ضعف جهازها الدبلوماسي بشكل خطير جدا ليقوم بتنفيذ هذه العمليات وهذه الجرائم التي يرتكبها، وهو شبه متأكد بأن لن يكون هناك أي توابع سياسية لذلك سوى التبعات الميدانية من خلال المقاومة بشتى أشكالها التي يقوم بها أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية المحتلة. نعم، جيش الاحتلال أو وسائل الإعلام تتحدث على أن
منفذي هذه العملية كان أسيران محرران، وهناك معلومات تتحدث على أن أحدهما بقي في السجن لما يقرب من 10 سنوات. هل بعد كل هذه المعاناة للأسرى يمكن أن يقوم ويعود مرة أخرى للنضال؟ النضال هو أسلوب حياة ويتعزز مع تجربة الأسر. أعتقد بأن كل من قضى ولو ليلة واحدة في سجون الاحتلال يتعزز لديه الروح الوطنية، وتتعزز لديها لدى أخواتنا الأسيرات والأسيرات المحررات أيضا الروح الوطنية. بالتأكيد سيد ديمتري، تابعت واستمعت إلى شهادات من تم الإفراج عنهم في هذه الصفقات الأخيرة، وحجم المعاناة وحجم ما يتعرضون إليه، وهؤلاء من النساء والأطفال أو من السيدات والأطفال، فما بالنا بمن يتهمون بأنهم من المناضلين؟ كل الأسرى مناضلين، تختلف التهم المنسوبة إليهم، لكن جميع الأسرى والأسيرات هم أبناء وبنات حالة نضالية وطنية فلسطينية لا أعتقد أنه هناك مثلها في التاريخ أو التاريخ المعاصر على الأقل. شعبنا المناضل قضى، بالرغم من أن عددنا ليس بالكبير كفلسطينيون، هناك أكثر من 1,000,000 أسير وأسيرة منذ عام 1967، وأكبر مدرسة للنضال الفلسطيني هي ليست خارج السجون بل هي داخل السجون والمعتقلات، حيث يتم إعادة صياغة الشخصية الوطنية الفلسطينية في كل شبل وكل شاب وشابة وأسير وأسيرة فلسطينية، يتم إعادة صقلها لتربية وتعزيز الروح الوطنية في تلك الشخصية. وإذا نظرنا إلى الحالة الوطنية الصادقة في الشارع الفلسطيني، تجد بأن قياداتها وكوادرها في الغالبية العظمى هم من الأسرى والأسيرات المحررين، وهذا دليل آخر على أن هذه المعتقلات وهذه السجون التي يهدف الاحتلال من خلالها ومن خلال تمريرنا بعذابات كثيرة في أقبيتها، هو في واقع الأمر يزيد ويعزز من الروح الوطنية، في حالة أيضا تثبت بأن الاحتلال الإسرائيلي ينهزم داخل سجونه ومعتقلاته أيضا.